أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيدة هنا المنصوري صاحبة دالا بيلا بيوتي صالون. دام هنا نورتينا ونورتي برنامج رواد الأعمال. أهلا وسهلا، تنورتينا بجد، يعني أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. سيدة الأعمال هنا المنصوري، جنسية ليبية، عايشة في دبي في الإمارات من 12 سنة. إقامتي كلها في الإمارات يعني من 12 سنة، وامرأة تعمل. ما شاء الله عنك. خبرينا أكثر عن سبب اختيارك دولة الإمارات وإمارة دبي في التحديد. طبعا أكيد السؤال أنك أنت سبب اختياري، هذا العالم كله هو في الإمارات، مش أنا بتسأل العالم كله ليه سبب اختيار الإمارات. أكيد صحيح. الأمن والأمان والراحة، وبالذات إحنا يعني بلد طالع من بلد حرب، يعني للوافدين والعرب كلهم أمن مكان الإمارات دبي مثل وطننا الثاني. أكيد طبعا. حابين أيضا نتعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في دالا بيلا بيوتي صالون. خدمات كل صالون إصبع، يعني كل صالون نسائي، كل شيء، الشعر، إكستنس، الميك أب، كل خص المرأة العربية والأجنبية، في كل شيء. يعني from A to Z. أيوة. جميع ما تحتاجه. أيوة. المرأة العربية والأجنبية كل إمرأة تحتاجه. حابين أيضا نتعرف في ظل المنافسة الموجودة في مجالات العمل كاملة، حابين أيضا نتعرف عن المميز عندكم في دالا بيلا صالون. أول شيء النجاح ما عندهش علاقة بالمنافسات. أكيد صح ولا؟ فالحمد لله، فكل واحد يعني شو المميز عنده، المميز أي صالون الحمد لله وناجحين. أهم شيء الثقة في الستاف متاعك وثقتك أنت في صالونك والمعدات والمتزمات كلها اللي تخش الصالون. إحنا أهم شيء فيها نكون واثقين شو حاطين في صالوننا. أكيد أكيد طبعا. اختيار الطاقم، طاقم العمل طبعا، والمعدات أيضا تلعب دور كبير في أنه دائما تجذب المزيد من العملاء. حابين أيضا نتعرف عن الخطط والرؤية المستقبلية اللي حضرتكم رسمينها في السنوات القادمة. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في كم خطوة حاطتها في بالي، بإذن الله في كم مشروع في دبي، مش برا دبي، بلد الثاني بعد ليبيا، فحيكون كلينك تجميلي كامل يعني. طبعا هاي نخليها مفاجأة حصرية، راح في شيء في بالي ان شاء الله بدخله في دبي ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق والاستمرار في العطاء. حابين ايضا نتكلم على دبي، الامن والامان في دبي، النعمة التي يحسد عليها جميع من يقطن هذه الارض الطيبة. حابين نتعرف كيف ممكن الامن والامان يساعد على استقطاب مستثمرين من خارج او سواء حتى من داخل دولة الامارات. انت تسألني شن دبي، قول لي شنو وطنك، حقول لك بعد ليبيا دبي. دبي يعني مش ما قدرش حد يناقش عليها، امن امان راحه كل شيء في دبي. وثاني شيء احنا بنعتبره من كلمه سمو الشيخ محمد بن راشد، الوافد مثل مواطن. اكيد. فاحنا ما نعتبرش روحنا احنا وافدين، احنا أكيد. مواطنين نفسنا، حقوقنا بتجينا طبعا. والحمد لله يعني عايشين في البلد يعني بجد بجد اكثر حتى من بلدنا. اكيد طبعا. لا فرق بين وافد ومواطن على حد سواء في دولة طبعاً. الإمارات ولا مكان للعنصرية أيضا في هذه الأرض الطيبة. حابين طبعا نتشكرك على ظهورك معنا، نتشكر أيضا شيوخ وحكام دولة الإمارات طبعاً. على هذه المجهودات الرائعة اللي قدموها لجميع الوافدين والمواطنين والمستثمرين أيضا على حد أكيد سواء. أكيد طبعا، شكر ليهم، شكر للإمارات كلها وحكامها وشيوخها وشعبها ووافدين الناس كلها. يعني احنا في الإمارات مش نعتبر نفسنا، قلت لك مش وافدين، احنا منها فيها. أكيد. فده شكر ليهم، يكفي ان هم يعني أعطينا الأمر الأمان لشعبهم والوافد، هي مو سهلة طبعا. فالحمد لله يا ربي، شكرا لشيوخنا كلهم، قايدهم، كل الناس اللي فيها طبعا. ايضا من طاقم عمل برنامج رواد الاعمال نوجه رساله شكر وحب وتقدير لجميع شيوخ وحكام دوله الامارات. طبعا في نهايه الحلقه حابين ايضا نتعرف على كيفيه الوصول والتواصل لدالا بيلا بيوتي صالون. صباح التواصل عندنا على الفيسبوك، عندنا على سناب شات، عندنا على الانستغرام، كل شيء موجود. فباذن الله على اللوكيشن متروبوليتان هوتيل على الشيخ زايد الحبتور. وطبعا ثاني شيء حتى بشكر الشكر للهوتيل الحبتور، تعاملهم معانا والثقه فينا وثقتهم حق يعني بجد، يعني في كانت اصعب ظروفنا ايام كورونا الحبتور شكرا خاص لي وقف معنا. طبعا شكرا لك وشكرا لظهورك معنا اليوم. اعزائي المشاهدين، كانت معنا سيده الاعمال الجميله مدام المنصوري، نورتينا ونورتي شاشة برنامج رواد الأعمال. إلى هنا أعزائي المشاهدين،
ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.